اليوم حابة أعمل شوكولات كيك مع الموز. قصة الموز بتصير مثل قصة الأفوكادو اللي خبركم إياها على الستوريز. عطول بشتري موز شيء أخضر كتير وبقعد بنطره ليستوي لكون عم بعمل كيك، وموز أصفر ليتاكل على الترويقة الصبح على الفطور. عطول بخلي عندي موز من كل الألوان عشان أمتى ما بدي أعمل شيء يكون عندي جاهز، لأنه بتعرفوا الأخضر بياخد كذا يوم ليصير مستوي. ولما بتكون تعملوا كيك أو كوكيز أنا عطول بتأكد أعمل بموز على الأخير مستوي. ليش؟ أول شي طعمته طيب كتير مثل الكراميل بالخبز، وغير هيك بيعطيني حلاوة بقلب الكيك من دون ما كتر سكر أو أوقات ما بستعمل بالمرة سكر. لما بعمل ماش للبنانة هيك بخلي شوي شقف كبيرة كتير بتطلع طيبة بقلب الكيك، انتو عم تاكلوها مثل كأنه شقف كراميل جوا. هلا عم بستعمل كبيتين طحين جلوتين فري، اكيد فيكن تستعملوا الطحين اللي انتو موجود عندكن اذا حابين ابيض. بالعادة بستعمل انا كذا نوع، بس هيدا من النوع اللي اشتريته من ماركس اند سبنسر وكتير مبسوطة عليه بالكيك لانه كتير ناعم. هلا عم بستعمل معلقة صغيرة ونص بيكنج باودر، اكيد رشة ملح الهيمالاين، ورح استعمل دارك شوكليت شوكولاتة داكنة من دون ديري باودر. هلا اللي بعمله بخلطهم بالشوكة حتى يفوت الشوكولا والملح بالطحين والبيكنج باودر. رح اكتب لكم المقادير تحت الفيديو. هيدي اسهل طريقة كيك لانه ما عم بحط بيض كمان فيها، يعني صالحة للنباتيين. كل اللي عملته فوق البنانة واخلطهم، رح زيد حليب زيت جوز الهند، حليب جوز الهند اذا عندكم حليب اللوز كمان بيمشي. خلطت الكيك صار جاهز، شايفين عم بحط شوكليت باتنز لايك ذس. هلا بطل بتكون المكنه بس بالايد، وبتطووها بهي الطريقه لتفوت الشوكليت بقلبها. هلا بقلب هيك مثل قالب الخبز للكيك، هذا بستعمله انا للبنانا بريد. بحط ورق زبدة هيك بهي الطريقة حواليها عشان ما بحب ابدا يلزق الكيك. رشة زيت جوز الهند، وهلا بحط الباتر جوا. لما نحط الكيك بعمل هالطريقة حتى ينزل الكيك ويصير ستريت لجوا. عندي كم بندق عندي باقيين من هديك المرة، رح رشهم على الوج وبيطلعوا كتير طيبين على الكيك. هلا بس يخلص بأرجيكم. لو بتشوفوا خلص الكيك، لو بتقدروا تشموا الريحة شي بطير العقل. انا عم بطبخه او عم بحضره بكير لانه كيونا عندها بريك الساعه 9 من الهوم وورك، سو هيك بطلع لها سلايس. اذا انتم بتحبوا الكيك حلو كان فيكم تحطوا بالخلطه اكيد معلقتين سكر جوز الهند او سكر بني او رشه ميبل سيروب اللي هو شرب الكايكب، بس انا لانه حطيت الموز مستوي كتير وبقلبه حلاوه وفي دارك شوكليت انا ماني بحاجه لسكر ولا لزيت ولا لبيض مثل ما شفتوا. هلا بترك الكيك ليبرد ربع ساعة قبل ما نعمل أي شيء.